أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، نحن في الحلقة العاشرة من برنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في مجتمعنا العربي. الحقيقة أنه يعني توجه إلي بعض المواطنين وقالوا لي يعني وأخبروني أنه أتحدث عن ظاهرة البناطيل الممزقة التي يرتديها الشباب والشابات وكثير من جيل الشبيبي. الحقيقة انه يعني هذا الموضوع في يعني عليه استياء، والغريب بالامر انه يعني ترى شاب ابن 20 سنة 18 سنة، تراها فتاة يعني بنت بالمدرسة بالثانوية بالجامعة يمكن ربة بيت، وتخرج ولابس بنطلون ممزع. شاب طويل عريض لابس بنطلون ممزع ممزق. يعني انا بسأل نفسي انه شو الهدف، يعني انك انت كشاب او انت كفتاة تلبس بنطلون او تلبس بنطلون ممزق، يعني لحمك مبين، عورتك مبينة، عورتها مبينة. طب الله سبحانه وتعالى يعني جعل اللباس للستر، وجعل اللباس انه يكون يعني فيه الستر وفيه العفاف وفيه الحياء. المطلوب اليوم الحياء بالموضوع، يعني يجب ان يكون عندنا نحن كصغار وكبار، كشباب كفتيات، كأهل كأباء كأمهات، يكون عندنا شوية حياء بما يرتديه أبناؤنا. والقضية هون إنه استغرابي بالموضوع إنه يعني هذا البنطلون الممزع أو الممزق، يعني ما هي صورة الجمال والأناقة فيه اللي 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 بتشدنا انه احنا كشباب نلبس مثل هذه البناطيل الممزقة؟ يعني شو الرونق فيه، شو الجمال، شو الابداع بموضوع اني البس انا بنطلون ممزق؟ وكيف يعني الاهل الاب والام بيسمحوا لاولاد لبنات انه يشتري بنطلون ويلبسه ممزق من أوله إلى آخره، ولحمه لحمة برا وعورته وعورتها برا؟ والموضوع اللي 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 اللي, اللي فيه غرابة إنه بقولك يا عمي هذا البنطلون شو هتفكر حقه 100 شيكل و200 شيكل؟ لا يا عمي، هذا البنطلون حقه 500 شيكل وحقه 700 شيكل. إذا كان ممزق أكثر ومبهدل أكثر ارتفع بالسعر وكان سعره باهظ وغالي، وإذا كان ممزق أكثر من أول لآخر كان سعره أغلى وأغلى، 700 شيكل و800 شيكل و500 شيكل. الأمر بهذا الموضوع يريد توعية من الأهل ومن الأم ومن الأب تجاه أبنائهم، لأنه أبنائك أماني برقبتك إلى يوم الدين، وسوف تسأل وتحاسب أمام الله سبحانه وتعالى عن أبنائك وعن بناتك. الحياء بالموضوع، يعني الحياء خلق يبعث على كل فعل طيب، هو يعني وهو من صفات النفس المحمودة، وهو رأس مكارم الأخلاق وزينة الإيمان وشعار الإسلام. الله سبحانه وتعالى حدثنا بما حدث مع ابنتي شعيب مع موسى عليه السلام، حيث قال فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. الحياء مطلوب، الحياء خاصة عند البنت زينة ووقار وحشمة وعفة وكرامة ورفعة. وكما جاء في الحديث أن لكل دين خلقا، وخلق الإسلام الحياء، فالحياء دليل على الخير،
وهو الخير كله، وهو السلامة، وهو السلامة كلها. وفي الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان بضع وسبعون شعبة، أفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء شعبة من الإيمان. البنطلون الممزق ليس من عاداتنا ولا من تقاليدنا ولا من شيمنا ولا من كرامتنا ولا من إنسانيتنا، هذا لا يجوز، ولا بأي عرف من الأعراف، ولا بأي قانون من القوانين، ولا بأي طريقة من الطرق. هذه الظاهرة يجب أن تنتهي من مجتمعنا العربي، لأننا مجتمع محافظ، مجتمع نقي، مجتمع يجب أن يدعو إلى الفضيلة وإلى الحشمة وإلى الرقي بتعاملنا وبلباسنا، لأن الحياء مطلوب بلباسنا، والحياء مطلوب بحديثنا وتصرفاتنا وتعاملاتنا مع الجميع. فعلى الأهل وعلى الأم على الأب توعية أبنائهم لخطورة هذا الموضوع، لأن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالستر وجعل اللباس لبني آدم ستر يستر عورته، لأن ستر العورة واجب وضرورة من الضروريات التي أمرنا الله سبحانه وتعالى بفعلها. وبارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.